هذا الاستفتاء اللي مر يوم أمس يوم الفاتح من نوفمبر هو خطوة إيجابية في الممارسة الديمقراطية السليمة الصحيحة. هذا الدستور الجديد هو مفتاح الجزائر الجديدة، وكان لزاما علينا أن نمر عبر هذه المحطة اللي هي الإصلاح الدستوري، وبعدها الإصلاح القانوني والمؤسساتي، إلى الوصول إلى انتخاب مؤسسات منتخبة جديدة تمثل الشعب يعني بشكل يعني مقبول وشفاف، ويطلع بعدها كل مسؤول سواء كان في الإدارة سواء كان في الحكومة سواء كان في المجالس المنتخبة الوطنية والمحلية، كل يطلع بمهامه، أيضا المجتمع المدني.